السلام عليكم. العثور على طفل عملاق عمره 10 سنوات في مختبر سري مهجور. مرحبا بكم. دنيا العلوم والعلماء فيها الكثير من الأسرار ولها تجارب كثيرة. أقل ما يقال في وصفها أنها غير آدمية، وخصوصا مع الحيوانات. وحتى الإنسان لم يسلم من هذه التجارب، ولا حتى الأطفال. فأغلب هذه التجارب أخطر من الحرب العالمية، فعلى الأقل أن الحرب العالمية قد تنتهي، ولكن هذه التجارب لا تنتهي أبداً. ولكن قبل أن نبدأ، ادعمونا بإعجاب حتى نستمر بنشر المزيد من الفيديوهات. انتشرت على مواقع التواصل تجربة الطفل الضخم البيولوجي، حيث وجدت الشرطة الأمريكية طفلاً ضخماً في معمل سري مهجور منذ 10 سنوات. وبعد إجراء التحقيقات، تبين أن الطفل استخدم في تجارب بيولوجية، ومن الواضح أن التجارب كانت مخيفة للغاية، ولذلك حاولوا إخفائها. ويعتبر هذا الطفل واحداً من ضحايا العلم الذي تم العثور عليه، ويظهر مدى قسوة هؤلاء العلماء. أحد الشهود الذي وجد هذا الطفل أراد إخفاء اسمه لأسباب أمنية، وحتى الجانب المظلم لهذه التجارب. وطبقاً للCIA، لما قاله رجال أنهم استخدموا الكاميرات في تصوير لحظات العثور على الطفل وتصوير أصغر الأشياء، وشهود هذه التجارب يوقعون على اتفاقيات تمنعهم من التحدث عما يحدث في المعمل. والهدف من هذه التجربة هو خلق طفل ضخم وغير معروف تماماً، لأن العلماء أخفوا كل ما يتعلق بهذه التجربة، ولم ترغب حتى الحكومة في عرض هذه الجريمة للشعب لما قد تسببه من ضرر كبير. وعلى الرغم من مرور 10 سنوات، إلا أن الطفل يبدو وكأنه على قيد الحياة. على الرغم من أنه توفي منذ سنوات طويلة، ما زالت المواد الكيميائية تزيد من حجم الطفل. هذا الخبر أثار جدل على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث زعم ناشر هذا الخبر أنه تم العثور على هذا الطفل في مختبر سري مهجور. وبعد البحث، تبين أن الفيديو المتداول ليس لطفل عملاق كما زعمت صفحات التواصل الاجتماعي، ولكنه عبارة عن منحوتات فنية واقعية للفنان الأسترالي روان مولك، والذي يعمل في المملكة المتحدة ومصنف كأفضل فنان للأسام الواقعية. بدأ روان مويك العمل في التلفزيون الأسترالي في عام 1979 وحتى عام 1984، وقدم العديد من العروض التلفزيونية بالدمى في برامج الأطفال بعد انطلاق معرضه الأول في اليابان، وأقام العديد من المعارض في جميع أنحاء العالم، وقدم العديد من المنحوتات البشرية المدهشة. هذا هو أضخم طفل في العالم، لن تصدق كيف أصبح شكله الآن. لطالما لقب الطفل آريا كأضخم طفل في إندونيسيا، إذ بلغ وزنه 200 كيلوغراماً، ولكن حلمه أن يصبح لاعب كرة قدم محترف. شارك آريا البالغ من العمر 12 عاماً رحلته لفقدان وزنه الزائد على إنستغرام، وأذهل الكثيرين بتقدمه الهائل، حيث فقد أكثر من 95 كيلوغراماً وتغير شكله تماماً عما سبق. عانى آريا من السمنة، وأثار جدلاً كبيراً منذ ظهور صورة له قبل فقدان الوزن وهو يلعب في خزان مياه بمقاطعة في إندونيسيا. وكشفت التقارير أنه منذ ذلك الحين خضع آريا لجراحة تحويل مجرى المعدة للمساعدة في إنقاص الوزن، كما اتبع نظاما غذائيا صارما، بالإضافة إلى روتين رياضي قاسي، حيث كان يسير مسافة 3 أميال يوميا. وعما حققه من إنجاز كبير، قال آريا: أنا سعيد جدا، فالآن أنا أستطيع السير واللعب أيضا، كما أصبحت أكثر لياقة من ذي قبل. شكرا لكم على متابعة الفيديو. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تسمع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، ويمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة.